بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وأنفسكم
في ذلك لآيات للعالمين. ومن ابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي بعد موتها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم تخرجون. وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. صدق الله العظيم.